السلام عليكم. بخريص نور الدين فاعل جمعوي وفاعل حقوقي في مجال الاشخاص ذوي الاعاقه. اليوم جينا باش نخلدوا الذكرى ديال الشهيدين صابر الحيوي وميلود الحمراوي من خلال هذه المسيره الوطنيه. هاد الشهيدين اللي راحت ارواحهما من في وسط وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة دفاعا عن قضية أشخاص في وضعية إعاقة. وجينا كذلك من خلال هذه المسيرة برفع الشعار ديال جميعا من أجل إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة. ونقول للحكومة المغربية كفى من التهميش والإقصاء والتسويف تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة. هذه سنين منذ الاستقلال واي حكومه جات ما كتفكرش بشاشا في هذه الفئه ديال الاشخاص ذوي الاعاقه. هاد الناس حنا كنطلبوا منهم يطبقوا لنا غير الاتفاقيه الدوليه وما جاء به الدستور المغربي وما جاءت به القوانين الوطنيه، وعلى على على راسها اخراج بطاقه الشخص ذوي الاعاقه الى حيز الوجود اللي تسنيناها هذه واحد المده ديال 22 سنة. لا يعقل أن واحد الشخص ذوي الإعاقة كينتمي لهذا البلد، كينتمي لهذا البلد وما عندوش هوية اللي كتثبت بأنه عنده إعاقة ككافة البلدان العربية والدولية. وشكرا. الرحمن الرحيم. يوسف الطش احد ممثلي التنسيقيه الوطنيه للمكفوفين المعطلين حامي الشهادات. كيف ما يعلم الجميع اننا ننظم هذه المسيره ما نعبر فيها عن كل المشاكل والمعاناه التي كيعانيها الشخص الكفيف بصفه عامه وبالخصوص الشخص الكفيف المعطل. كما يعلم الجميع اننا منذ 2011 ونحن نعاني الاقصاء والتهميش من داخل هذا الوطن الحبيب. وكذلك اننا قمنا بعده نضالات سلميه وكذلك احتجاجات سلميه، لكن للاسف الشديد لا حياه لمن تنادي. وكما يعلم الجميع اننا قضينا 22 يوما فوق سطح وزاره التنميه الاجتماعيه والاسره والتضامن براحة تحيه صابر الحلوي اثر سقوطه من وزاره التنميه الاجتماعيه. ولكن اليوم من هذا لا جديد ولا جديد ذر. ومن هنا نحن المكفوفين المعطلين نرفض المباراه رفضا تاما باي شكل من الاشكال التي تقولها الحكومه. وبالتالي نريد ان نقول الى السيده وسيله جديده جميعنا ونصلي على انها لا تقوم بما قامت به السيده بسام الحقاوي حتى تحقيق كل المطالب من التشغيل ومجانيه النقل والصحه وكذلك النقل. وتحيه نضاليه.